بقى 75 انا كنت بحال هالطفوله عشتها في القياقم ثلاث سنين. الوغ ثلاث سنين راه ماشي سهله استاذ انه في الخيام ثلاث سنين. كنتي بواحد المنزل كتصدق كلاجي اذا كما قال سي الصالحي يلا الاباء كيدابزو يعني شي نوط. لكن في 1981 كانت واحد المبادره ديال الاخوان انهم ياسسوا جمعيه سمعتي استاذ، ولكن بماذا قوبلوا؟ بالرفض. يعني حتى القاعه اللي كانوا غادي يكون فيها اجتماع في قاعه الفاسي يعني جاوا القوا السدوده. علاش؟ انه كان ذاك الوقت الضرب ديال الدريس المصري كان يعني ديك المقاربه الامنيه، وبالتالي كان واحد هما انتو يكمت الحقوق ديالهم في 75 وتايلا بغاو ينوضوا ما كيلقاوش واحد الدعم. فلهذا نقول بانه ما زلنا نقول داخل الجمعيه ان هذا ملف دوله، لان هادو رعايا تجاه واحد المنطقه تم تهجيرهم، تيلي الدوله عندها واحد الواجب ديالهم. بالنسبه المقاربة الاجتماعية والاقتصادية كاين تقصير كبير، لأنه كيف يعقل أنه غادي تشد ديك الأسرة توظف الأب ديالها ولا شي حاجة بواحد الأجرة بسيطة 450 درهم أستاذ وكاري؟ راه ماشي راه واحد الحاجة، هذوك الناس اللي جابوهم هنا الرباط في 75 راه إلا بغاو كانوا كيعطيوهم الدار وكيخصك تكون عطيتها 10,000 درهم، و10,000 درهم ذاك الوقت غير قاها بنادم. إذن هذه أمور كثيرة. إذن 450 درهم غادي يكري بها الشخص ولا غيكل بها العائلة، وخصوصا أن العائلة فيها تقريبا من 7 نفوس للفوق، إذن راه حماق. تالي غترقى هذه الحالة ديال هذا الشخص اللي باغي ينتحر، وكاين اللي ينتحر وكاين اللي حماق. تالي لا نحمل هذاك الضحية بعدا أصلا راه نفسيته. راه الإشكالية اللي رقعنا داخل الجمعية هو أنه كاين الناس اللي كنزورهم باغيين ينساو الحاله النفسيه. خصك تكون معك طبيب نفساني. واحد واحد السيده راه في دار الحق، راه ملي قلت لها انا كانت في الرباط، هاد السيده راه هزوها بشوميز دونوي وراجلها جزائري. ملي جابوها تصور انه ما بغاتش تفكر، لان ملي تفكرات خرجوها مع 7 الصباح بشوميز يعني باللباس النوم، وداروها في واحد كاين لي حافلات وكاين شاحنات، ودورهم في واحد الميصال هو ريبو مدين جالس، والمغاربه بحال حاشاكم بحال بضاعه ولا حيوانات. ما والبرد قالت لك انا تجيت المغنيه عاد واحد السيده عطاتني حايك، هذه من يلاه هضرت معها دات كتبكي. شنو غادي ندير؟ انا بديت نبكي لان حتى انا طيف حتى انا يعني راه انت كانسان اذا كيفاش غادي تتكلم؟ تالي راه الجانب هذا الجانب راه حنا راه اللي حركنا في هذا الملف راه الماساه اللي عشناها في الصغر ديالنا استاذ، والظروف اللي قرينا وهذه. ولكن كيبقى ان جبر الضرر لوالدينا كرامه. حنا اول حاجه رد الاعتبار بعد لهذه الفئه، بعد اول حاجه ورد الاعتبار الكل يتحمل مسؤوليته. حنا السي عبد الرزاق راه تكلم حتى الجانب الائتلاف الحقوقي، كيف يعقل ان هذا الملف ما خداش؟ وهي ملف في كل شيء، في الطفل، في المراه، وفي وراه معاناه. راه هو كان في الائتلاف، حنا غير كجمعيه بغينا نضموا غير الائتلاف الحقوقي، هو راه كان حاضر. رقينا عراقيل هكا استاذ، هو حاضر. فكيف يعقل ان واش كيعتبروا هذا؟ ما فهمتش انا. ما حتى حنا اول حاجه خصنا نصحوا الافكار ديالنا داخل الائتلاف الحقوقي. هذا راه ملف حقوقي ماشي ملف سياسي، ملف حقوقي، ملف ناس ضاعوا في حقهم. جبر الدار ديالهم غير الاعتبار ديالهم راه شيء كبير. احياء، ملي كنقولوا احياء الذاكره، احياء اللي ماتوا، لاننا ماتوا والدينا وفيهم ديك النخصه اللي باش ماتوا الاغلبيه كلهم. وحنا كاطفال اللي كنا اطفال خدينا هذا العاتق ديالنا وهذه الرساله ديالنا. العمل استاذ، لا كاينه توصيات، كاينه توصيات على المغرب في 2013 الماده 42 و43 في ضوء المعلومات المقدمه تلاحظ اللجنه عدم كفاية التدابير المتخذة. اسمع هاي ماذا المتخذة لرد الاعتبار والإجابة عن انشغالات المعمال المهاجرين المغاربة الذين طردوا من الجزائر في الماضي من أجل خلق وإيجاد الشروط الاقتصادية المناسبة لتسهيل إعادة الإدماج ثقافيا اجتماعيا بشكل دائم. لازم وتوصي اللجنة، وهذه توصية 43 مهمة، توصي اللجنة أن تتخذ الدولة الطرف التدابير الفعالة
في وجه المواطنين المغاربه المطرودين وفق الماده 67 الاتفاقيه، وتدعو اللجنه الدوله يعني الدوله المغرب الى تقديم معلومات عن هذه المساله في تقريرها الدوري المقبل، فضلا على الجهود المبذوله للتعاون الدولي بشان هذا الملف. معنى انه المغرب مطالب انه هذا الملف يحركه دوليا. يكفي راه شوف اسد راه بامكانيات، راه ما نقول لكش راه الاخوان عارفين بالامكانيات الجد 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 عطل الارض بالوقف هذا كل شيء. قلت لي هذا ملف دوله حيث هو نادي في القضيه الوطنيه، عمليه الطرد التعسفي جاءت نتيجه طرد استرجاع المغرب الاقاليم الجنوبيه، هادو الضحايا اللي اداو الثمن في الاولين. شنو رد الاعتبار ديالهم؟ شنو رد الاعتبار ديالهم؟ ما كاينش، صفر.